السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم هو يوم اللاجئين العالمي، للناس بيتذكروه كل سنة عشان يفتكروا اللاجئين. احنا مش عايزين نسميهم لاجئين، احنا عايزين نسميهم عائدين او مواطنين. دي مجموعة من اهلنا في اليمن حضرموت اللي جم هنا من اكتر من 6 أو 7 أشهر علشان يعيشوا في حالة اصعب من الحالة اللي موجودة في اليمن. تخيلوا كيف حياة هؤلاء الناس وتضحياتهم عشان يركبوا البحر ويأتوا للصومال ويعيشوا في المخيم اللي بتشوفوا الخيام بتاعته دي كلها حوالينا هنا. ما الذي جعلني لاجئا؟ مين اللي قتل أبويا؟ اللي قتل أمي وشرد مجتمعي؟ لابد علينا أننا نعالج أسباب من جعلني لاجئا. أنا عندي حق في التعليم، عندي حق في العمل، عندي حق ان يكون لي هوية، عندي حق في ان انا احتفظ بديني واحتفظ بقيمي واحتفظ بثقافتي، واحتفظ كمان مش بكده، احتفظ بكل اشياء انا بحبها في بلدي اللي انتوا هجرتوني منها. ليه بتسموني لاجئ؟ انا مش لاجئ، انا مواطن، انا مواطن، انا مواطن، وارفض رفضا تاما ان انا اكون لاجئ الذي قتل امي وشردنا وقتل أبي وشردنا ودمر بيتنا. لست أنا، لكن هناك الآخرين الذين لابد أن نحاسبهم على ما فعلوا. فهيا بنا نقول أن هذا اليوم يوم للعائدين. الفلسطينيين بقالهم أكثر من 70 سنة لاجئين، الإريتريين بقالهم أكثر من 40 سنة لاجئين، حاليا السوريين بقالهم 8 سنوات لاجئين ونازحين، وكذلك أهل المسلمين في الروهينجا في بورما، وحاليا اليمنيين لما كانوا أصل أهل مدنية وحضارة ونهضة العالم كله أصبحوا أيضا لاجئين في هذا المكان. غيرهم أهل دارفور مازالوا لاجئين في تشاد. تشاد فيها ناس من دارفور في السودان، وناس من وسط أفريقيا، وناس من نيجيريا، وناس من الكاميرون. الكاميرون لاجئين، كل هذه الدول فيها لاجئين. أنا لا أريد أن تطلقوا علي اسم لاجئ بعد اليوم، لأن أنا مواطن، مواطن، مواطن لي الحق في الحياة، الحق في العمل، الحق في العلم، الحق في الحركة، الحق في أن يكون لي هوية أمسكها، ولا أريد أحدا أن يشعرني بأن أنا مسكين أو بأن أنا فقير أو بأن أنا ذليل. أنا عندي كرامة وعندي الحق في أن أنا أعيش محترم في مجتمعي الذي دمرتوه أنتم. فنهيا بنا جميعا نقول لا لكلمة لاجئ، نعم لكلمة مواطن، نعم لكلمة عائد في هذا اليوم إن شاء الله يوم الجمعة من مقدشيو في مخيم اللاجئين اليمنيين الذين أتوا من حضرموت، وإخواننا اللي واقفين هنا معنا من هذا المكان. وجزاكم الله خيرا من مقدشيو، وأتمنى أن تكونوا معي لا للجوء ولا للنزوح ولا للتشرد ولا للقتل ولا لتفتيت المجتمعات ولا للحروب ولا للصراعات المسلحة ولا لتغير المناخ السيء الذي نعاني منه الآن بسبب ما تعمله الشركات الكبرى في العالم من رمي النفايات النووية أو رمي اللي هو النفايات الكيميائية أو تلويث المناخ البيئي اللي بنعيش فيه. نعم أنا مواطن، نعم أنا مواطن، نعم أنا مواطن، لا أنا لست بلاجئ، أنا لست بلاجئ، أنا لست بلاجئ. والسلام عليكم ورحمة الله.